علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. مع بداية الثورة بسوريا زاد نشاط مدني كتير، بلشت تطلع مبادرات وجمعيات ومؤسسات بكل المجالات، إغاثة وتنمية، نشاط سياسي أو إعلامي، حقوق إنسان، تمكين مرأة، وكتير مجالات تانية كمحاولة للتعبير عن اهتمامات السوريين وتلبية حاجاتهم. ومع خروج كتير مناطق من سلطات النظام زاد الاعتماد على هاي المنظمات لتلبية الحاجات اليومية للناس بهاي المناطق. رح نحكي اليوم عن مبادرة اسمها مواطنون لأجل سوريا. هي منظمة هدفها توثيق ودراسة منظمات المجتمع المدني السوري، ربطها مع بعض وتقديم الدعم بمجال تطوير المهارات. وراح احكي اليوم عن مشروعهم اللي عنوانه مسح الحراك المدني السوري. المرحلة الأولى من المشروع شملت مسح أكثر من 1000 منظمة، ونتج عنها قاعدة بيانات لمعظم منظمات المجتمع المدني السوري حسب الاختصاص وحسب المحافظة. بعد اكتمال المرحلة الأولى جهز فريق مواطنين لأجل سوريا جدول بيحوي كل هاي المعلومات مع إمكانيات البحث، وكمان خريطة تفاعلية لمنظمات المجتمع المدني حسب الموقع الجغرافي، ومجموعة من رسوم بيانية والمخططات التفاعلية اللي بتوضح توزع هاي المنظمات حسب الاختصاص وحسب المحافظة. بالإضافة لمعلومات عن الشبكات والتحالفات اللي بتجمع بعض المؤسسات مثل الدفاع المدني، مع شرح بسيط عن التحالف واختصاصه ومعلومات التواصل معه. كل المعلومات اللي طلعت من هي المرحلة تم جمعها بتقرير متكامل مع منهجية البحث وآليات العمل ونتائج المسح وتقييم عن دقة المعلومات وطرق جمعها. التقرير ظريف كتير وأنا بنصح فيه لأي حدا مهتم بهذا المجال، وطبعا الروابط بوصف الحلقة. أما المرحلة الثانية فكانت عبارة عن مسح معمق لأكثر من 750 منظمة بهدف دراسة آليات العمل ضمنها مثل طرق الإدارة، وجود نظام داخلي، والاعتماد على الموظفين أو المتطوعين، وطرق استلام وتوزيع الأموال، وحجم هاي الأموال، وتفاصيل تانية كتير. ونتائج هذا التقرير متوفر على شكل رسوم بيانية تفاعلية بتوضح أقسام المنظمات وتطور كفاءتها مع الوقت، وطرق الإدارة المالية وطرق التأسيس. وكمان تم جمع كل المعلومات بتقرير متكامل فيه تفاصيل منهجية البحث ودقة المعلومات. طبعا هي المعلومات كلها متوفرة بشكل مفتوح بدون الإفصاح عن تفاصيل على مستوى المنظمة الوحدة، يعني هي بس أرقام وإحصائيات بدون كشف أسماء المنظمات لتجنب تعريضها للخطر. طبعا بتلاقوا رابط كل شي حكينا عنه اليوم بوصف الحلقة، وإذا عجبتكم لا تنسوا تتابعوا صفحة سوريا على الفيسبوك وقناتنا على ساوند كلاود. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.